نشرة إخبارية تأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تخصيص لجان امتحانات خاصة لطلاب المصابين بفيروس كورونا. وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لتخصيص لجان امتحانات خاصة لطلاب المصابين، موضحة أنه سيتم تأجيل الامتحانات لطلاب المصابين للدور الثاني بكامل الدرجات، مشددة على الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية أثناء إجراء الامتحانات، وذلك حفاظا على صحة الطلاب وجميع أعضاء المنظومة التعليمية. قال الدكتور أحمد المنديري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إن عام 2021 كان عاماً صعباً في ظل جائحة كورونا، وعلى الرغم من التقدم تطوير أدوات فعالة للوقاية من الجائحة مثل اللقاحات والعلاجات، لكن توجد أعداد متزايدة من المصابين الذين يتوفى كثير منهم بسبب هذا المرض. وخلال الأسبوع الأول من عام 2022 وصل إجمالي الحالات الجديدة المبلغ عنها إلى 206,980 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 و1053 حالة وفاة، ويشير ذلك إلى حدوث زيادة هائلة بنسبة 89% في الحالات مقارنة بالأسبوع السابق، على الرغم من انخفاض الوفيات بنسبة 13%. ورياضيا، حيث أكد مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون أن بعثة منتخب مصر المتواجدة في مدينة جروة لخوض بطولة أمم إفريقيا بخير ولا يوجد أي تهديد لسلامة البعثة. وقال مدحت المليجي في تصريحات خاصة: المنطقة المتواجدة فيها بعثة منتخب مصر بمدينة جروة آمنة تماماً، ولا يوجد أي تهديد لسلامة منتخبنا الوطني، ولا يوجد أي شيء يدعو للقلق. وعلى جانب آخر، أكد كيروش أنه يشعر بالألم والحزن بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا في إطار الجولة الأولى في دور المجموعة بأمم إفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون. أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم حكمها على متهمي قضية قتل طالب الرحاب، وقررت المحكمة إحالة أوراق والد المتهمة حبيبة لفضيلة المفتي. جاء في أمر الإحالة أن المتهمين اشترك يوم 19 من أغسطس عام 2018 بدارات قسم الشروق بقتل بسام أسامة محمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم بإصابة وزير الصحة الفرنسي بفيروس كورونا، ونقلت الصحف الفرنسية عن أشخاص مقربين من الوزير قولهم إن وزير الصحة الفرنسي ثبتت إصابته بفيروس كوفيد-19. وقال الوزير في حوار خاص أن الحكومة تعول على فرضية حدوث انخفاض في عدد الإصابات بالجائحة خلال الأيام المقبلة كما هو الحال في المملكة المتحدة. نظم المجلس التصديري بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات مؤتمراً موسعاً لشركات الأدوية لاستعراض البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والذي تحصل عليه شركات الأدوية لأول مرة، والتركيز على أهم المزايا التي يطرحها البرنامج الجديد لتحفيز الشركات لزيادة صادراتها وزيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المستهدفة. ونوه المركز أنه تم تنظيم ورش عمل في شهر مايو الماضي لشركات الأدوية واستعراض استراتيجية كيفية زيادة صادرات الدواء المصري إلى الدول الإفريقية والتي تعتبر من أهم الأسواق المستهدفة لتلك القطاعات خلال الفترة المقبلة. وإلى هنا انتهت نشرة الأخبار، شكرا لكم وإلى اللقاء.